في أحد الدوائر مثلا حكمية أحد مثلا الدوائر الحكومية أو في مثلا ما يوجد مكان للصلاة يصلون فيه أغلب المجموعة، لكن يوجد بعض الفئات يصلون منفردين جماعات، ما حكم هذا؟ أولا يسأل الدوائر الحكومية هل يمكن أن يخرج إلى المساجد قريبة حولهم أو لا؟ إذا كان يمكن أن يخرجوا إلى مسجد قريب حولهم دون أن يعطلوا الشغل فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد. وإن كان بعض العلماء يقول الواجب الجماعة سواء في المسجد أو في البيت أو في المكتب، وإذا كان لا يمكن أن يخرجوا إلى المساجد لبعدها أو يخشى أنهم إذا خرجوا إلى المسجد تفرقوا أو تلاعبوا كما يوجد من بعضهم إذا خرج ذهب إلى بيته ولا رجع، أو إذا خرجوا تعطل العمل لكون العمل كثيفا يختل إذا خرجوا للمسجد، فإنهم يصلون في الدائرة في هذا الحال، لأن المحافظة على واجب الوظيفة واجب لا يجوز الإخلال بها. وإذا قلنا أنهم يصلون في مكتبهم فالواجب أن يجتمعوا جميعا على إمام واحد إذا أمكن، فإن يمكن صلى كل دور في دوره، يجتمع أهل الدور الواحد في مكان واحد ويصلون. ويوجد مكان مخصص للصلاة نعم متسع يصلون فيه، مكان واسع يصلون فيه، بعض الأشخاص يصلون خمسة يصلون، لا هذا لا يجوز، يجب أن يصلوا جميعا. بعضهم يحتاج يقول بالشراب مثل فيه طلبة يصلي طول اليوم لابسين الشراب، يقول بعضهم يحتاج الشراب، بعضهم يقول مثل كل هذا تحجج يتعلم، ما هو صحيح، ما هو صحيح. الشراب حتى لو كان عن أساس شراب، ولو كان ما خلعها، ولو كان رجله حين دخلها غير نظيفة، ما تصل إلى حد ينفر الناس منه، لأن القدم في الغالب ما تكون ما يكون فيها عرق يؤذي، لكن هؤلاء يتحججون بكل شيء. فيقال إذا كان عندك طالب كما قلت رائحة طيبة يؤذيك، اذهب الى الجهه الاخرى. كان بعض الواحد من زمان يقول سأل مره لا ما نفتي بان يوجد تعدد جماعات في مكان واحد. هذا عندك خذها من الشبك، خذها من الشبك. نحن بينا قبل قليل قلنا اذا كان لا يمكن فكل أهل دور يصلون جميعا. لا هذا المسجد إذا كان فيهم يصلون في محلاتهم، لكن ليس معناه أن نقول كل خمسة ستة وحدهم، نقول كل أهل الدور يجتمعون جميعا، أقول المستودعات والمكاتب ما دامهم في دور واحد يسهل عليهم يجون يصلون جميعا. أما نجعل هذا ضرورة، هذا ضروري إذا كان المكان ما يأخذهم فلا بد من التبرع. وقول المسافة من البيت إلى المسجد يجب عليه أن يحضر في المسجد. كيف؟ وقول المسافة من البيت إلى المسجد. مسافة قريبة عرفا، ما فيها تحديد شرعي، في العرف.